ولد ما تشوف؟ ما عليك يا ابن حلال، والله اني ما انتبهت. توكل على الله. اقول توكل على الله انت. لا انزل احطك بالشنطه الحين. اقول توكل على الله انت. توكل على الله. اقول روح. ايش عندك تهايط؟ اقول توكل على الله. توكل على الله. يا جماعه يا جماعه تعوذوا من الشيطان. توكل على الله. توكل على الله. هو في احد ازن مره توكل عليه؟ هذه مهابيل هذه. بس توكل على الله انت. توكل على الله. سلامات يا ابن الحلال، ما شفتك. ما تشوف انت سياره توني مطلعها جديده؟ ما تشوف انت. اقول لا ترفع صوتك وتشغلني، لا اشتري لك درزن مثلها. هذا التامين، اتصل على نجم. بس يلا تعال نجم، جاء خل عنك الكسره. السلام عليكم. سلامات سلامات. هذا رجال معي في الشرق وغير قحني. يا حبيبي انا قايل لك للمره الاخيره، تامين عندي لا ترفع صوتك. سمع، هذه اسمها غشامه. اقول احترم نفسك، والله اني محترم الضابط وايد والله. يا حمود سم، تامينك منتهي. لا تقولها. امسك يا ابن الحلال، توني مأمن انا. يا اخوي منتهي تامينك. وهياط وهياط من اليوم وتامينك منتهي. الحل طيب. الحل تصل على المرور وتفاهم مع خويك. تكفى يا رجودي، تنازل لوجه الله. والله العظيم قيمه البنزين ما عندي. اي والله توك تصير محترم، خلي هياطك ينفعك. والله ما تنازل. والله واضح انك عفن. يا ربي ما ادري ويش اسوي بهالحظ، من وين ما صديت حظي متردي. هاو الرجال اللي على العز خاوك، واحذر تهاويلك من الناس رمه، لا تهاوي الرديان لو زينا اللوك، ترى الردي ما يكسب الا المذمه. خوى الشجيع اللي اذا قلت له دوك سد اللزوم ولا شيء. الله يذين قوتكم يا اخي. اخوان بالدنيا وجيران بالاخره ان شاء الله. الله يفرقكم. لو ينبت الورد بالشوك. اخويك الاشقر وينه ما اشوفه؟ يخس اخويي. افا ليه وش صاير بينكم انتم اخويا؟ تخيل لانك ما عطاني. بالله لك ما عطاك. والله تقول لي خويك. الله يسامح ضيعتني من عدك. مبروك الزواج يا اخوي حسين، وبارك الله لهم وجمع بينهما بخير. والله يبني بيتك، جيناك بجمس جديد، وان كانها قليله فقصور فينا، وان كانها كثيره تستاهلها والف الف مبروك. والله جيتكم هي المكسب ولا الماتر ما نبيه. جيتكم جيتكم تكفي يا جماعة، ما قصرتوا، بيض الله وجيهكم. شيء جينا فيه ما نرجع يا ابن ناصر. وهذا المفتاح وهذا عقاوي. بيض الله وجيهكم. عطني مفتاح. وين؟ ليه؟ مو انت قلت بس خل نهايط قدام الحضور وقدام ابوك؟ بيض الله وجهك على نهايط. ما سوينا شيء، اعجبك انا. عقبال ما نهايط بعرسك ان شاء الله. بحضورك ان شاء الله. الله يوفقه ويبني بيته ان شاء الله. ما قصرت. واعذرونا عن القصور. واللي سويته نرد لك بالافراح ان شاء الله. ما يحتاج حسين اخو، واذا ما وقفنا معاه في اليوم هذا متى بنوقف؟ بيض الله وجهك. اللهم اعطيكم العافيه. شرفتونا. شو يبغى اسوي؟ يا حبيبي ابغى تفله. ما في سالون؟ ما في كويس. والله كويس انا اعطيك فلوس زياده. أنا لا, لا 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 تفله سعودي باكستاني يا اخوان. تفله صغير. كيف تفرى الهين؟ مبسوط؟ سوي زيادة؟ أنت حلاق ولا سباك؟ حلاق. حلاق هنا هزتك ما قلود جبتك. شبي وشبي يا أخي، خذوني معك. أنت إنسان عندك دوام، حنا نبي نطلع، إيش تبي معنا؟ روح. والله حرام عليكم يا أخي، شوفوا الجو، خلوني بالديرة ليش؟ دوامك دو هي على كيفك هي. تمشي مسكت. والله لا اكسر رجلي واخذ اجازه. لا لا ابشرك بشعتك سليمه. الله يبشرك بالخير. ابي دكتور ثاني. كيف؟ شوف ارجوني دكتور ثاني. سلامات سلامات. ما ادري ايش اقول لك، لكن رجلك تحتاج جبس وراح 15 يوم. سم حط حط الدله، نبي نروح البيت عمك. سم ما لا تقفل البيبان، جدك مات وبيبانها مشرعه. ابشر شرعنا بيبان جدك. لا يكون في احد بالبيت. يا رجال محيطية فاهمين الكلام غلط. ايش تبي بدران؟ عشان يبطل هاي.
يا ولد الدلال التلفزيون البيت انسرق. خلي هياط جدك ينفعك. مو تبي هياط؟ هذا شاعر الدجة روح الحق بشتك لا يسري مسوي شاعر فشلتنا قدام الحضور هاي اي حضور هذه كلها ورعان هذول احسن منك هذول يلا السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي انت عارض راس تريلر للبيع ايوه انا ابي سياره انا موجود عندك اوكي اوكي هل هني جل يلا ننتظر عليكم السلام انت ابغى اشتري سياره هلا ايه. هلا اقسم بالله سياره نازل شوف كانك شريطي علمني والله ما في سمسم شريطي انا ليش انت يبغى بيع سياره انا ابغى سفر خلاص اقامه خلاص سياره كيف نظيفه والله 100% اقسم بالله ما في انا ما في سمسم شريطي والله ابو احمد سم سياره نظيفه ولو ما عنده سفر ما باع يا اخي انا والله ما ارتحت احس انه شريطي الرجال حلف لك انه مو شريطي يا اخوي نصهم جالس يحلفون وانت كلنا حلف تصدقه عندك نمبر بوك بس عندي عطني النمبر بوك اخره 95 افا والعلم شريطي 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 نصاب شريطي حرامي ها وش قايل لك الرجال حلف يا رجال اترك يا رجال وجه وجه شريطي روح روح حلف كذب بعد هو فكر انا غرقت نهائي ما في معلومه انا شريطي 19 سنه هاي ابو حمود بشر عسل ولا التخرج ابشرك تخرج وهذا ملف عطني ملفك قم عط عمك الملف سم طال عمرك ما شاء الله 98 ملفك وصل وابشر بالسعد والله من وعدتني يا ابو عبد الله وانا شاد حيلي اني بحقق حلمي والله ما ادري شكلها ضابط دكتور اهم شيء ان الرجال واضح انه واصل سم ما يحتاج حبه واحده كله نظيف الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله اللهم امين الله يجزاك خير سم يا حبيبي قال ايش قال 98 ابو احمد ارحب عندي لك روسيه حبها قلبك ولي يرحم والدينك وينها وينها اجيبها لك وش تنتظر يبا سم بسالك الروسيه وينها موجوده بالاستراحه ايش بغيت فيها ابو احمد يبيها يستاهلها انا بطلع استراحه واجيبها تستاهل الطيب يا ابو محمد والله يا ابوك طلع حق روسيات حسو متشدد انا مطوع ابوي فله يا رجل اعجبك تبدي بعطيك ابوي كم تزود كم تبي ابوك جاي محمد شوف الروسيه عند الباب دخلها ابشر ابشر جاي جاي سم وجبنا الروسيه عساك السم قل امين وين الروسيه جايب لي سلاح وش فيك السلاح ذا نسميه روسيه وانا من اليوم جايب لي سلاح انا وش قهرك الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد اقبل وين الروز؟ اركب الى طلقتي تبي روز بعد